قلوب وعيون كل المصريين عليكم هنا، عشان انتوا بتقوموا بمهمة عظيمة جدا لمصر، ومش لمصر بس، لمصر والمنطقة والعالم كله. المعركة ديت، المواجهة ديت، دي أشرف مواجهة على الإطلاق. وزي ما قلت مرة قبل كده وبقولها لكم، اوعوا تفتكروا انها فقط للحفاظ على أرض، ده في أعز وأكرم من كده، وفي أشرف من كده. ده المعركة دي عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. المعركة دي للي يمكن مش واخد باله مننا، دي معركة عشان خاطر ربنا. اوعى تفتكروا ان انا ممكن ازايد على ربنا بالكلام عليه كده، واقول ان هو عشان خاطر ربنا مزايدة او لا، والله